أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واختير نسب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. دقينا درسي صدو سيوچوار لدرس كان شرحي ابن عقيل. يكي كي كلا صورة كان باب اشتغال لم دو شعر لا تاوتو لكرين كيما تايسي دو دانا بابتمن باسك دوا يكميان أوكا واجب نصب باشا، دوهميان واجب رفع، سهميان واختير نصب. اختيار نصب كلاو يعني نصب راجحة بصرف أدا قبل فعل ذي طلب. بيش فعلك كفعلك تبيت فعل طلب، يعني أجر هاتو اسم متقدمك أو اسمك بحثي، لكن لفش فعلك دا وكفعلك فعل طلب لردا رفع ضعيفة بلان نصب راجحة. أود أشرح لشرحك أقصي، لكن باشان وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، وهل بوشوا ترجيح نصب دراوة كوا اسم متقدمة كبدواش تيقدا بيت كأوشتا إيلاؤه الفعل غلب باشا كالواقدة أوشتا بشوين هاتن بو بشوين هاتني في البدوي أوشتا دا غالبة زوريني، يعني لواقدة لدواش تيكو بيت كغالبا واتب زوري بدوي دا فعل بيت جاء إلى لرد دل إلاؤه الفعل إلى إضافة كرا برو مفعول دوهمي كها أكيا الفعل مفعول أوليتي باشا كلمة فعل لمعنى دا شوك خدي فعلك بفعل لا بلين دبتا فعلي دو مفعولي ما سرك شي هالبوشوية أو لدوا أو دوانو. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وهل بوشوة عرزي بليخونكم اختيار نسب دراوة لو اسم داك لبيشوية باشا اختياري نسبة دراوة يعني ترجيح نسبة دراوة لو اسم داك و بيش كوتوا خلاصي كلام كلا بيش ويا جا بلام ليردا لدوا حرف عطفي كويا باشا كأو حرف عطفي عطفي أو اسم داك تواني بوصر معمولي فعلك بيش داك لجملة بيش دايا مثلا بومي زوجتا كمان لحال ببيت دلين ضربتو زيتا وعمرا أكرمته عمرا ليركان دا أقر بمنصوبي ويخوينين عطفي بكينواني خلاصي كلام بو بيجدا او راجحة تاوكو بعمرون وخوينينو عطفي بكينو بو سردا بو سر جملة سلو بو چونكاك بلين وعمرون اكرمته او عطفي بكينواني لنتيجة عطفي جملة اسمية دا بو سر فعليك من نوع التخالف بيجواني تدا بل أجا بخوينين وعمران أكرمتو عمران منصوب بأكرمتو يا مقدر كأكرمتو مذكور تفسيري أكاتواني يترك تل عطف كذا تخالف نية توافق هي شونك عطفي جملة فعلية بي بوستي بوست جملة فعلية باشا. وبعد عاطف بلا فصل وهل بوشي واختياري نسبة كلا يعني ترجيح نسبة دراوة كاتي كوا عطف بيت أها باشا بوصل معمولي فعلك عرزي بلاي خون كم لواقع دا كوال لجملة أول دا زعلبتا بابتين انه شرحة كوا بيج دا لشرحة دا تاوتو زياتيك ان شاء الله وان دا كورتي يقول لمعنى شعرك زور باشا بلا أفرمي شارح رحمه الله فرمي هذا القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب أما بشي سهما
لبشكان اشتغال كلو دا ترجيحي نسبة لدريت باش وذلك أويش وشتيق لسيشوين دا كليل دا باسي كلي يكم إذا وقع الاسم بعد الاسم فعل دال على الطلب واقع ببدو اسم كذا فعلك فعلك دلالتك لست بلست طلبت باشا جاء أم طلبا أم مثال دينته أنا الدلب كالأمر والنهي والدعاء شاو ليه كالأمر والنهي والدعاء زور باشا أما آوى دفرمي وكو أمر نهي دعاء أوانا إيه زور شاكا بلان جاء طلبة كيسي بحثي يكين بيجو بشي نسب بحثي طلبة كام دلي اسمك واقع ببي عفو وقت واقع ببي بدوا اسمك دا فعلك فعلك دلك على ستفيني أو اسمك لا في شوية بدوا أو اسم دا فعل بك فعلك دلك على ستطلب إيه جاء استي أم جاء بونمونا مثلا تو دلي زيد رحمه الله استي زيد بدوا دا رحمه الله هاتوا كرحمة بفعل مازية رحمه الله جملة خبرية باشا نأمر بصيغة ننهية باشا إيه عرزي برايخهم كم أو دقيانة كطلب عرزي برايخهم كم مشروط نيبو كدبي حتما بصيغي خوي بيت دكري بخبرش بيت ساولتي إيه شونك إذا إجازة عنده عرب لشونك كدلن اتق الله امرؤ باشا بدواء يدا اگر فعلك ديت كفعلك تيا اتق الله امرؤ اتر امجا مثلا هو بنمونا كبدواء يدا مزارع اقبت مزوم لبت حتى علاقتنا دا اشتكي وام لبير اشتكي ومن هتا باسك دا تنانا اگر طلبك بغير أمر جبوت شيء تداني. إذا أمر هذا سيش دين أبو طلبك الأمر والنهي والدعاء. دعاءك يا بخير بيا بشربت. باشا. إذا أمجا أجر أمجا بصيغي طلب يوكو مثلا دلي زيدون اللهم ارحمه. يا مثلا بفرس عرضي برايخهم كم يا بصيغي خبر بيوكو مثال كمان بسكر ايو بخشي ديال استكانة الشارع ايه نحو زيدان اضربه يا زيدان لا تضربه يا زيدان رحمه الله اما فيجوز رفع زيدي ونسبه دلوسة رفع بدري بزيدي نسبه بدري بزيدي بلان ولو مختاروا ان نسبه باشا او اي كالير دام مختاروا يعني بلين بنو عقلنو اكان يعني ترجح دراوة أو هي كواتبة منصوبة شوكا نسبك درسترو صحيح ترا جاء أمجا طلبك جبينة وصير طلبك دوبارا سبلان بدوكو زيدا لتضربه شوكا لامي أمري غايب وكلينا هواية باشا إيه ساوليتي وأمجا مجاز مدى داد ووكو لاي ناهية جوايا ام دوانا تلامي امر تلاي ناهية صدارت ينية يعني وانين اجازة ندن تو اخوان عمل كان لبيش دا مثلا تو تواني بلاي سيدان لتضريب مثلا عفو اقو بمخاطب نخلينو تو تواني بلاي زيدان لا تضريب نهي ودا تواني بلاي زيدان ليضريبه تولي دتواني بلاي زيدان عفو أن نقدر تربوب بولن بقى بلاي نهي بخويني وأنا دتواني بلاي زيدان لا تضرب كزي مفعول مقدم ببو تضربي وبلاي نهي جو جو بلامي أمر جو خويني دتواني بلاي زيدان ليضرب شاولتي أو زيد مفعول به جاء أو كتواني تفسير كاتواني عامل ده بلا خلك خيرمان أو كعامل توانا تفسير كاتو أو كعامل تفسير نكاتواني نتواني عامل جدا من نتواني تفسير كاتو ذا ليرة دا لامي أمر وكلينا هوايا صدارتي النية تاوكو بلين
ڕێگەنەدا ئەو ئیسمەی ئەو ڕێگەنەدا بەوەی دوا خۆی ئەمە لەوە لە پێشەوەی خۆیدا بکە حەجشکەلی تدانێ لەواقێدا ئەو بەڵام ناکرێ فعلەکە پێشکێ بەسەریاندا مەسەلەن ناتوانێ بڵێ تەضریب لا یەضریب لی شتی وامان نیە لەواقێدا چونکە ئەمانە ناکرێ شتیان پێشخۆی لەواقێدا هەروەکو لەلەمیشدا وایە و لەلە ماشدا وایە و لەلە نیشدا وایە ئەمانە خودی فعلەکە کە چ منسوب بن بەمانە چ مەزوم بن بەمانە ناکرێ فعلەکە پێشانکە بەڵام مەعمولی فعلەکەیان پێشانکەوی چکەلی تێدانی زۆر چەکە وكو زيدا اضربه زيدا لا تضربه زيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه هو المختار النصب مختار كان نصب الدليل كشي واضح لبر اول ليره كان دا نحو كان ضل نقبخ يعني وانا مثلا زيد اضربه اضرب دبيتا كس جمله طلبيه دبيتا خبر بو زيدي وزيد جوك او كوا جمله كمبتدا مبتدا وتو معنى كخبرك خوين مان دبي اگر جمله بو خبر يبيت يعني إنشاء طلب نبي ده وقت إنشاء طلب ده بي اللي را كان ده بتأويل وبتكلف دينا مثلا دلا خبرك أبم شوا درست مثلا طلب بي يعني بتأويل وبتكلف وبم توجيهات دكري جاء لبر أوا اللي ردان نسبة راجحة قبل إصلاك إضرب زيدا إضربه بأم فعل يدو أخوي تفسيره بيش دابكات ولا واقع إيه باشا مثلا بلي زيدا آوايا رحم الله زيدا رحمه الله آدم الشوية إيه؟ وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم إذا وقع الاسم دي زورتاك بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كما زيدا الاستفهام هربو شوى ترجيح نصب ددرت بصرف عدا وقت اسم متقدم كوا قبب لدوا أداة كوا كيغلب كبزوري دبيت أن يليها بشوين أو أداة دا فعل واقع دبيت بعد أداة يغلب أن يليها الفعل أيش ترجيح نسبة دركات واقع باسم متقدم كبدواء أداتك دا كبزوري بدواء أو أداة دا فعل دات وكوتي كمثلا كامزة الاستفهامي باشا باي بارت كتاوك قصيك من هيل السري نحو أزيدا ضربته بالنسب والرفع بنسب ورفع دا توين بكون أزيد أزيدا بلان والمختار النسب باشا أوي كمختار ليردا أوي كترجيح ليردا شيء النسبية باشا بو چونك اگر برفعه خيني دخويني يعني ازيد ضربته مثلا او خويني باشا اود يتبيشوا عرضي بلاي خونكم خبر بطلب لدوا مبتدا كما خلاف القياس بو چونك او كاتا اوائل ديتواني ازيد ضربته تيغرا جملة كدبتا لواقيدة طلب چونك تو پرسيار دكي دعوة دكي لتر أمجا بلين أزيد ضربته أم جملة ضربته أو كاتبي كي تخبر بو زيدي لبتا نوع طلب لواقيدة دي لواقيدة خبردان بطلب لمبتدا كما وتنان هندد خلاف قياسة وچونك تأويل يعني احتمال تصديق وتكذيب نيا جيجابة چي جيجابة تأويل جاية البيز ناكا لشوينك دا أجل رياجيك دلستر هيا إيما متوصيل بن بچي ولا ببابي تأويل بن بابتان الواقيدة إيه أم لردا باسي همزي كرتناند بو أم بشايا بلان وكو همزا عرزي بلاي خومكم أوش من هي نفي بما فعلك من في بي بما يا بلا يا بئن باشا يا حيسو أجا مجرد بلما إيه حيسو الحيسو حيسو ما نبل حيثو بتنيا چونك أمانة بزوري دسنا سرفعل چونا سرفعل أمانة زوتر تا چونا سر اسم چونا سر چونا أمانة أمانة كبزوري بسنا سرفعل زوتر تا وكو بسنا سر اسم لنتيجة دا ترجيح نسبة دادريت لدو أمانة باشا مثلا بونمونا ما زيدا مثلا بونمونا رأيته راجحة تاوكو ما زيد رأيته باشا يا مثلا لا عمرا كلمته راجحة تاوكو لا عمر كلمته يا أقا إني نافية بيت إن بكرا رأيته راجحة إني نافية بتاوكو إن بكرا رأيته مثلا يا إجلس حيث زيدا
مثلا ضربته الراجحة تاوكو بلا اجلس حيث زيد باشا بلان بيتشواني لم لما لم لما تايبت بفعله واسم بدو أمانة دا نايا باشا أما أما يعني لم لما وان فعل أمانة تايبت بفعله واسم بدو أمانة لواقع نفس الأمر دا نايا تاوكو بلا إنه والله مثلا راجحة مثلا منصوب بيت تاوكو ونبي بويا أجشتي شيء وببيت ألبتة اسم بدوان دانا لواقدة أو كقطعا إيه بلى لم ولما كأمانش أمانة تعبة بفعله بلى مثلا ما ينافيا لا ينافيا إني نافيا حيسو أمانة تعبة نين بفعله بلى دلين بزوري أمانة بدوان دا اسم دت اسم بلى فعل دت اسم جدا بدوان دا بلى فعل زوت دي باشا جابوا يا بلان لم لما ناوانين اوان تايبت بفلو اسم بدوان دانايا لواقدة اشتيبو شو ولو دا دروزنية ايه ام جا اگر او همزيا فاصلي كوت بينوا لبيني اسم متقدمة كو لبيني همزة كدا فاصلة كوت بغير ظرف انا بظرف اشكالي تدان وكو مثلا دلي أأنت زيد تضربه أو ترجيح رفع عدد ريوكاتي تاوكو نسبة ولا أقب الزرف أصلين يعني مثلا رأي أكل يوم زيدا تضربه راجح تاوكو زيد باشا إيه زور باشا أواني كجوان أقل فاصلة كود بغير زرف أو كانت ترجيح رفع عدد تاوكو ترجيح جي ترجيحي نسبة إيه أودو سيهم دانا وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاتف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته أو كذا لو بعد عاتف بلا فصل على معمول فعل مستقر أوله إيه تماشاك دلي هربوشي والترجيح نسبة ذكاتك أو اسمك ومشتغل عنه يعني كاسم متقدم كيما بسطة لدواء عاطفك وبيت كبدواء عاطفك دا هاتبت بيش عاطفك كوبي هكذا تتبع عاطف تقدمته بيش عاطفك كوبي توتي جملة فعلية جملة فعلية باشا ولحالك لا لم يفصل بين العاطف والاسم لبيني حرف عاطفك لبيني أو اسم دا باشا أرزي بريخون كم فاصلا كوتبت وكوتي قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمر ونصبه باشا تماشاك أها إيستي ليرا كندا عمرا لدو حرف أتوا واقي وكوا وكي وفاصلج نكوتوا لبين عمري معمول في لبيشا كدا طلي قام زيد وعمرا أكرمته لبيني تماشاك عمري وزيد لفق عرف عطفك هيا وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا ترجيح نسبة لدواء اسم متقدمك كلدواء حرف عطفك وبيت كفاصلنك وتبت بيني أنا كعطف بكاتوا أو بوصر بلين عرزي بلايخونكم كعطفين كاتوا بوصر بيه لدوا حرف عطفي كواقع ببيد أو اسم متقدمة ببيع فاصلة بو أو معمولي فعل كي بيشخوي كواهاتو مثلا دبيني قام زيد عمرا أكرمته عمرا بدوا حرف عطفي كتاتو وكو محل شاهدي من قام زيد شاهدي أمي تداني لتنا تيغنسي شاهدي من بدياري كلا لسال عمرا عمرا أما اسم متقدمة كي كمحل شاهدي أمي كبع عمرا وبع عمرا رسو خلندر ليرا كان دا بدوا عطفي كتاتو كواوكي ما هتاوليتي وأم عاطفة ببيج أوي لبيج أوي لا جملة فعلية هاتو كواتي قام زيدنا وتنانت لبيني حرف عطفكو عرزي بلايخوم كم أو اسم دا كابلين وكو عمرا بي كليل دا تيقرا عطف دا بيتوانا مثلا بونمونا أما اللي ركان دا هيت فاصلة ينكوتا چونك واي عطف بفاصلة دانا اندري باشا أما بمشي ودرست رفع أمر ونصبه رفع أمر ونصب أمر درسته
اگر اگر رفعی دینیه او کاتا و او کاعت فی عمر مبتدایه اکرمته جمله فعلیه فعل و فاعل و مفعول به تکرار جمله که خبر بچی بو عملی باشه فیجوز رفع عمر و نصبه رفع عمر و نصب عمر درسته ایزو چکه به بیت شش بل اول مختار النصب او یک راجحه عمرا راجحه تا عمر بو چونك اگر بخوينينو عمر اكرمتو او كانت الجمله كفعليه بلا اسميه عطف بوسط جمله بيشك قام زيدنا اوش كباس ما كر تخالف العطف باجنيه باشا يعني اگر عطف جمله كدو بوسط جمله اصلا وي هاو شويه باشا مثلا اگر عطف جمله كدو اسميه بو عطف كيتو بوسط جمله اسميه باشا اگر عطف جمله كدو فعليه بو باجو عطف كيتو بوسط جمله فعليه اسميه اما شتيك لا اكتبه كان الثروة تصريحي بيكراو جابلان اقر تو برف اخوين تواني او وقت الجملة اسمية كاتو وصل الجملة فعلية بلان نسبة كدلا والمختار النسب راجحة وكا علماء اختياريان كدو هل يمشي دون نسبة كيبو لتؤطف جملة فعلية على جملة فعلية بووي جملة فعلية اتو كدو وصل الجملة فعلية تونك او كاتك كتت امرا ارين امرا مفعول به بو فعلي محذوف كأكرمتي مسكو تفسير أو دكاته وأمجا أم جملة تيقرا عطف وسط جملة فعلية باشا أما قاعدية كوكو باص ما كنت جا عرزي بلاي خوما كم أمجا كابرا كابلا جاكا كولا خو زيدونك لرادا راجحة چونك كبر أفخوين دواني هيت حصفه كي تيرانية وأصل لبيني دوشتا كريشان دا حصف أبو ليشان دا حذف نبو اوان هلگری که حذف دی دان نبید لجواب دلین نا اما هیچ چیشه اگنی لیره دا حذف که یعنی لواقع دا او حذف هیچ مخالفتی نیل گلاسه بلا اصل اوه که کلام تقدیری تی دان نکلی و حذف دی دان نبید اما قاعده که بلا هم لیره کانه دا بو او اصلیا امشتا مخالفتی نیه ام تقدیره باشا ای بو لبر او عرضی برای خومکم كمثلا بلين ولا مخالفي ام اصليا تقدير كدن باشا اما دلين نا هيج مخالفتي كي تدانيه لمدا كلودا كبلين يعني اقر بلين امرا وخوين كمفعول به بفعلك محذوف اما هيج مخالفتي كي تدانيه بو اصلك اصلا وعدم تقدير وعدم حذف به باشا چونکه اما زور لزبانی عربی ده للغت عربی ده تحصف بلا خلافی اصلا بلا هم زور باشا وامجا بلا هم حصف زور بلا تخالفی معطوف معطوف علیه کما ایما بوی حصف کده که این دلین لیره در راجحه چونکه اگه حصف که حات جه لواقع ده توش تیگ دبینی که لبینی معطوف معطوف علیه ده تخالف نیه بلان اگر هاتو تو وتد نخي حسفي تدانه بيو با مرفوع بي ببتا جملة اسمي وقتا عطفي جملة اسمي وصار فعليه دا بيت كما تخالفي تدانه واقدا مثلا بو نمونا لمغني اللبيبا وقتا لإمام الرازي نقل دك هذا لا تخالف شيش قبيحة باشا جا عملي ردا اقتو بلي ولا اقاب رفاوي خلين قام زيدون وعمرون اكرمته اما خونا زادانا لتقدير عامل نا اخلي ركا نجد تقديرك مرجحي شي هي الواقع ده باشا كايش خو بدور قرتنا التي لتخالف معطوف ومعطوف عليه كا اوي الواقع ده جابويا امان قويتر تاوك اوكي كان ليركا ندا جا اما بيقومان تقدير بحثك اويا بلك حسفك دك لليره ده بلان چه شی هیا تقدیر بلان چه شی تقدیر آسان تره لبر او زوره وقتی اشتیک هر زور بو نوعیک روای پیدان بشتکی و درستی درزبون اشتکی بلان تخالف شتی چی کما و قبیحیشا ایوانی لواقع دا جابوی حتا بکرید ایشی لو شیوه نکر لواقع دا زود چاکم او بلا جا امجا بهر حال لو دین بملاوه دقينا وكذا فرميت بلا فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم
أبا العفو بلا بلا ببور. فلو فصل بين العاطفي والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء. أما أم ترجيحي نسب كاتيك كلبيني معتوفكو أو يبيجدا فاصلة نكوت بيه. أي أجر فاصلة كوت لبين حرف عطفكو اسمك داك عطفي كاتواني باشا وايد ديو كاتا كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء وق أودي تبيشو كاسمك يشتكي لبيشو نجد يتر أو كاتا ترجيح رفع عدد ريد وكو قام زيد. وأما عمرو فأكرمته لبر أوا بيش اسم متقدمك كعمرون أما هاتوا لبين حرف عطفك كواوك ولبين عمرون كمعتوفك أما بوتفاصلة أما وق أودت شدك أم عمرون جمليك لبيش دانبك قام زيدنا كما لو لم يتقدم شيء كان الاسم اسم متقدمك كعمرون وق أودت بتشاوك لو لم يتقدم شيء هيش تكي بيش نكو تبت يعني وق أوا أصلا تقام زيدون ليرد عن بالله لثو كاتا فيجد رفع عمر ونصبه أو كاتا راجح رفع أي أمري تاوك نسبك دلست رفع أي أمري نسبك شي فلا أول مختار أرفعه مختار رفع كيتي كما سيتوك لو بدوادت باشا وتقول قام زيدون وأما عمرا فأكرمه أو فيختار النسب كما تقدمه كل فيجد باصمك شوكا لأنه وقع قبل فعل دال على طلبي باشا جاسي ليردا بابتك ليردا بيلين أو بويا لم جملي وأما عمر فأكرمته عمر برفع راجحة وكو عمرا لبر أو ما بعدي أما دبتة مستأنفة باشا دبتة مستأنفة ولواقي دا منقطع دبل ما قبلك خيتي واوك واو عتبنا بتازوكاته واو استأنافة لواقي دا باشا وبيني أما إذا فجائية مثلا تقول رأيت عبد الله فإذا زيد يضرب عمرو أيتر أم جملة فإذا زيد يضرب عمرو ربطي ببيش دانا ما ولا أقيدة شو كفي استنافية ذا بالله أقيدة وكاتي بلام رفعا لم مسألة دا لم يزيد إذا فجائية واجب أنك راجح باشا أما واجب أنك راجح شو كبدوي إذا فجائية دا جيقل جملة اسمش تيشكنا لا أقيدة إيه جاء أم بلان أجر فاصلة هاتا بيجدا بغيري مثلا إذا وأما إتر تأثير دانا مثلا قام زيدون وفي الدار عمرا ضربتو إشكالي تداني إغا فاصلة بزرف كوت بلان كاتي فاصلة كوتا بين اسم معتوفك واو حرف عطفك مثلا أما كوت بينه يا إذا كوت بينه اتك اذا كود وششنيه لو ذاك وقت ان قد واجب مرفع بجنك حكمي تشكيه ولا لبشي اولا بلا اجا اماك وتبينوا اما دبيت الجمله مستانفه او كاتيه واو كاتب انا اجا فاصله مثلا بزر فيه واشكالي تدن قال قام زيد وفي الدار عمرا ضربت وتوكعت عمرا راجح كواتبه منصوب زور باشا جاء او مختار فكيه وكلو بدوجد زوجك بلان وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه إتر بدوى أو أما عمرا دا فأكرمه يعني أمر بيت يعني بدوى اسم متقدم كدا طلب بيت أو فيختار النسب ترجيح تدري النسب تدري النسب لرد الراجحة كما تقدمك باسم كلب وهل استي واختير نسب قبل فعل زي طلب وبعد ما إيلاءه الفعل غلب أو شونك لأنه وقع قبل فعل دان على طلب شونك اسمك واقع بوا باشا لبش فعلك داك وأكرم فعلك دلالك على طلب أما تفاصيلك وردك عليك بو كلا واقع دا ضرور بو لخزمتي إيه ويبرز وخوش ويستا توجيه يمكن أم شارج دخوينين ودويستين وإن تل المعطوف فعلا مخبرا باشا به عن اسم فعطفا مخيرا أجر هات باشا معطوفك وإن تل المعطوف فعلا أجا معطوفك واقع بو باشا أو اسمك عطف ذكرية توانية واقع بو باشا بدوي فعلك ده
كفعلك مخبرا به عن اسم خبر درابو باشا بو فعل لاسمك كالفيج داهايا فعطفا مخيرا أتعطف كروانية كحال توايا مخير با يعني اسمك كعطف كالدواء رتي بمرفوع عطف كيتوا رتي بمنصوب عطف كيتوا وحسب زاهد أو كلام علماء الليل ديتبرداست أم بشاء لواقع دا ترجحي لبين دانية أداخو نصبك راجحة يا رفعك أويك لفرمايشت علماء بدزده طبيعة ترجيح هجلانك نادرت إيزر تشاك ذات ما شاك أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمر على الصغير إشارة دا مصنف بفرمو ديخوك فرمي فعطفا مخيرا إلى جواز الأمر هد أمرك هد بابتك وكو يقدر درستا وهذا هو الذي تقدم أنه قسم أنه القسم الخامس أو بشيك لو تجباس لك ما بشي تندي بشي بينجما شنك تماشاك فرمي لسل دوي أو شعر والنصب حتم إن تل السابق ما يختص بالفعل كين بحيث ما فرمي والخامس ما يجوز في الأمران على السوائي بشي بينجم أو يكهد أمرك رفع أو نصب وقيك مصايب دروز به يعني بيه ترجيحي كامس لكي ليرا كان ده أما جيغاك إلى خواره ويبالان طبيعة أما هي نايوتي بيشوه أما دبتا باشي بينجم أو أما شاكر بفعطفا مخيرا أتو أتف أي اسم مكروا كحال توايا سلف الشكراوي لو دع برف أنا أتفيكيتو أنا بنسب أتفيكيتو أنا كيف أخوته أما أو باشيك وهذا هو الذي تقنوا أنه الخصم الخامس أما أو باشيك لو بيشباسك لك أما باشي بينجم وضبط النحويون ذلك النحوي كان الضبط أمان كدو يعني هاتون قاعدية كان بودا رشتوك تانا قاعدة أم بشي بينجمة أويا بأنه شأن حال وهايا زميلك زميل شان إذا وقع الاسم المشتغل عنه أو اسمك هو مشغول عنه يعني عاملك بيوصل قرم بوا وقت واقعب بعد عطف دوا حرف عطفك واقعب كوا تقدمته هاي تقدمته أتتوب عاطفك كمفعول كيتي جملة فاعل تقدمته وقت واقع بو اسمك او اسمك مشغول عنه يعني كعاملك بو سرقرم والعمل كدن دا او اسم بدو حرف عطفك دا هاد كحرف عطفك اما صفتي بو صفتي وابو بيش حرف عطفك كوبو جمليك ذات وچيني اما جمليك ذات وچين تيا يعني جملكا دو شوية اوكو علماء دلن اسمية الصدري فعلية العجوزي تماشا سروي دكي جملة اسمية تمام شيخ واري ودك جملة فعلية يا اويك علماء دلن اما جملة كبرى باشا جملة كبرى يا بيدلن ذات وتشيني بيدلن اولي داك اخوي دلن ذات وتشين ولواقع دا اما باعتبارك اما بيلن كبرى يعني وقتي تو تماشا دك الا سروا جملك جملة اسمية سرتاكي خلاصي كلام بوش يوبا اسم دس بيدك او بمبتدا دس بيدك بلان لناو خويدا جملة شكا هيكا و جملة صغرى كلمة خبر بو كيف يشتا باشا ايه جائسة مثلا مثلا بونمونا بلي مثلا بونمونا مثالك دينا و كميش مثال دينا تو بخير دا دلي زيدون ابوه غلامه منطلق باشا شاوليتي اما كا نظر دكي بو الزيدي أما جملة كبرايا شاولة من جملة اسمية سراسر أما كنظر بو ما بعد كي دكي كأولي ركان دا باعتبارك صغراء چونك أو جملة دوها دبيت خبر بو تيبو زيدي لواقع دا باشا إيه جات ما شاكا عرضي بلاي خوما كم إدامة كي تماشاكا أما وقت واقع بو اسمك كوا مشغول عنه بو اسم مشغول عنه كان اسمك كعاملك بيوي سرقرما واقع بو بدو حرف عطفك داهات كوا أم حرف عطف تقدمته جملة ذات وتشيني بيشي كوتبواني بيش أو حرف عطف كوبواني جملة ذات وتشين بو يعني تماشا السلوي اسمك دكي اسمي جملة دكي اسمي تماشا خوال دكي فعلي أعبو شوي باشا
اما بكرتي وبكردي جا وقتك اشتكى الم شوي والم حالي والم وضعي ابو شيوبو او جاز الرفع والنصب على السوائي باشا درستا اها هم رفع هم نصب على السوائي باشا وكويك زوا قسيك من هدوى ديلين با عبارتك تاوكي وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل تفسيري أم جملة كلتو كذات الوجهين يعني جملة كدوري هي بوك جملة كسرتاكي اسم خوار وكي فعل وكو زيد قام وعمر أكرمته أتو فيجوز رفع عمر دلست أمر رفع أب يبدي مراعاة للصدري رعاتي صدري جملة كي كزيدة يعني بلا أمر مبتدا أكرمته خبرك يأتي جملة كعتو بصر جملة زيد قام باعتبار بوصدارة وصدري جملة كزيدة ودتوان بخيرنا أمرا منصوبة بفعل محذوف كأكرمته تفسيري كاتواني وإتر أو كاتيا أم جملة وعمرا كبمحذوف كيك وأكرمت عمرنا أتيب كيتواني بو عجوزي جملة كتشك قامية شو كزيد كلي لدى مبتدا قام لبيت خبرك أم جملة قامة دتواني تو وعمرا كأوقات لبت الجملة فعل أصلك وأكرمت عمرا عد في كده بوصل جملة قامة جاتو أجل عد في كده وبوصل وي جملة رفع عددي بعمري عد في كده وبوخوار وي جملة كقامة نص بيبي عددي حرد لان حسب ظاهر جاء رفع عمري درس مراعاة لسدي برعاية بوصدري كلامك بوصدري جملك باشا ولولا شواء ونسب ونسبك جزء مراعاة للأجوزي لبر مراعاة خوار وجملة يعني حسب زائر هاد لا يكو يقوى باشا إيه. البت ألم بحصدا اشتيك يكوى لسل أم كدل على السوائي جاز رفع ونسب على السوائي يعني رفع ونسب وكو يقوى أما توجيهاتي شكي توضيحاتي شكي هيك شارحني داوى أوكا علماء وتوانا بو شرطة كالجملة دوام دا اسمي كبه كبتته وان زميري كبه كبتته بو أولك يسوكو زيدون قام هر مثالك شارح زيدون قام عمرون أكرمتو أما كاتك أما بر أو بحث يمده كبه كوكو قام ليردا زميري كبه كبتته بو زيدي باشا إيه ولا عجزي بلاي خوم كم أمل أما 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 لأي جملة أول دا كقام أتيت أبو زيدي ولا خواري شواني جملة زميلة كيف أبسيت أبوي أتيت أبوي أسي أقبل أكرمته هانا أتيت أبو أمرنا أتيت أبو زيدي يعني آوايا زيدون قام باشا وعمرون يا وعمرن أكرمته علماء دلن قيد يكيا كبلي في داره او داره او هابت توان بو شوي بو اسم اولك كواتشيا كوا زيد يعني زيد هسته وعملش الرزم لعمل قد لمالي زيده عواده باوقات الجمله ك ايه يا نخي اجا او نبيت بفاعت بكل توان يعني بلي فعمرون يا فعمرا اكرمته ويرفت داب اولك باشا هندق ظلم بواوج درسته چونك واو حالتي جمعيتي هي وكل فادا جغل عتف بونكا وابو جمعة فائج بو سببيته بلان علماء دلنا اويكا وابو مطلقي جمعة لمفردات النقل الجملة دا باشا ايه بلان حسب ظاهر دلن اگر لو خالبو نصبك قدغنا يعني عتف بكيتو بصر صغراكا للاي اخفشو للاي سيرافي چونك معتوف بوصر خبر خبرة ودبه ربطي تلابت ولا حالك ربطي تلابت وكاتب مثلا تو اقب اخويني واني برفع اوي اخويني باشا ابلي ام جملة زيدون قام وعمرون اكرمته هل اوي اخويني طلولا عطف بوسط جملة جملكا عطف بوسط جملة قامي ايوانيا عفو بوسط مثلا بنسوي اخويني عفو مثلا بيخويني واني وعمران بلي ولا عمران لف بوسط قاما ديو كاتو أكرمت عمرنا ديك أكرمت عمرنا أو هندي إشكال ينقتو دي كوا وكو قام الزميري كي تدارت يتو بو زيدي أي كوا يمي كوا الزميري كي تدارت بو زيدي ديو چونك عطف بوصل خبر خبر نيا جملة كخبر بنا بزميري ببيتو بو متداك ديو كاتب لي وعمرنا أقل جملة عطف بوصل قام
ام كوانك كي رابطك اي بويا عندك تو انا دبي جمله يقولكو في داره هي بالواقده جاء البته ما اما شارح دزانم بشي وتويتك او اوين قلتوا باشا جماعه العلماء وكو ابن مالك او انا وتو انا اما دروست ام مثاليه او كان قاعده كمان هي كدلن سيبي دلن يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الاوائل والمدفوعات اما قاعده كا الراس اللي رداء اما كعطف بوصل خبر دبي وكو خبر وابي بلان شونك اما ثوانيه يا توابعه لا ثواني وتوابع دا تشاوبوشي لهندي شد كريك الاول خلا تشاوبوشي نكري اسك قاما خبر بوزيري قطنا تو ان تشاوبوشي لك بلا ولا زميري نابتي دابي بتي دابي بلان بلاي واكرمت عمرا عطف بوصل قامي لا اكرمت عمرا دا دكري تشاوبوشي بك كاو نبيت كزميري تي دابي شونك ما قاعده كا يغتفر في الثواني يا لهن عبارة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل يا في المتبوعات لدوها ما كدا لتوابع كان دا تشاوبوشي لهن ديش الدكري بوشي وكا تشاوبوشي لواني لو يبيجدان أكلت أما بم اعتباره هندراو اعتبارك اعتبارك جوانيش الواقع دا إيه وأمزا قرائي صبع إجماعيا هي لسد منصبوني السماء والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان باشا النجم والشجر يسجدان أمزا والسماء رفعها لقالوا دا لم رفعها دا هاكا تتبو السماء ضمير كب تتبو نجم بو الشجر وجودنيا إيه باشا تبو جاء أقل هاتو أطفل كده وبوصل كبراكا كزيدون المثال كده رفع راجحة شو كمعطوف ومعطوف عليه هاوشيوية كان هادو كان جملة اسمية أقل عمزة نسبة ضعيفة شو كوكاتا شرشة ده بيت يعني بيتشوانة ده بن معطوف ومعطوف عليه كا أما لواقع ده أبا مشيو ده بيت إيه زود شاكا أوش أو بلى تاو يتل بحثك بانما هو يتل ان شاء الله لدى هاتو داوكي كتاو دكا نقفاتو كتما دا لدرسي دا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.